مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حظ رحيلك عن برجي وعن سهرات المعرجي، انت برجك شو ما يكون قلبي في عيونك مجنون. نبدأ مع الحمل اللي يضرب به المثال فما استقرار في ثنية. الثور أعطيه دليل يعطيك برشة حب واهتمام. لو ما كنتش انت تدلعني مين حيدلعني؟ مستوى دليل الجوزة برشة تركيز كبري النجوم. هذه أغنية تسيق عرف مروحين إذا كم مش منكملش يعني قولها في بلاستيك. الجوزة برشة تركيز فما شراكة وفما صفقة. السرطان تدخل في مرحلة جديدة فيها برشة دراما، لازمك تعرف كيفاش تأدي دور متاعك راك حديث الساعة. الأسد برشة نجاحات السنة فيك وهذا الكل بعد تعب كبير. أنا قيس عاشور من مواليد برج الأسد، شعارنا اليوم اللي يحب اللالو يسهر الليل بكله. صح سي قيس، هاكا بعد السهر والتعب راهو اليوم الحظ معك. العذراء سعيد الاتواء إن شاء الله يا ربي. العذراء اليوم تاخو قرار في مسألة عاطفية، نتعديو للميزان نهار القوة والاستقرار، فما مساعدة وفما برشة دعم ليك. العقرب نحب نبرشرك زادة فما برشة تطورات وقدرة خارقة على التعامل مع الحبيب. القوس نهار الفرحة بعد تعب، تنقولوا تعب أيامات اللي تعديت. الجدي برشة أرباح في طريق وتعبك ممشيش خسارة. الدلو نهار المعلومات المهمة ونهار الأخبار الطيبة، المهم تكتيك برشة سي كريم بوزويتا. نختموا مع الحوت، نحبك تخطط وتنفذ، أنت محبوب وراك مسموع. والله بحب موت وحب برج الحوت وعشق تفاصيل الضحك وبكا وسكوت، لأنك الدنيا واللي شكرا فاطمة عبد الرحيم. كانت هذه دقيقة حظ.